ده اوسخ انسان انا عرفته في حياتي. ريم يا رحيم، ريم بتأذيني فين يا رحيم؟ ده انت شلتها بايدك وهي لسه رحمة حمراء. ريم يا رحيم، كنت تصدق اني ممكن اعمل كده يا حلمي؟ لو انت مصدق اني ممكن اعمل كده في ريم اقتلني. النهارده جاي منين؟ ها؟ تعالى يا ابو تعالى. ايه؟ ايه ضرب النهارده؟ في ايه؟ حد يرد عليا، في ايه يا رحيم يا ابني؟ في ايه يا حلمي؟ سأل ابنك الكبير يا حاج. ايه؟ سأله عمل ايه مع بنت صاحب عمره؟ الكلام اللي بتقوله ده يا حلمي معناته ايه الكلام ده يا رحيم؟ طبعا مش لاقي كلام تقوله. استاذ بالله فهمني ايه اللي حصل بس؟ بطلت قول لابوك عملت ايه؟ انا خلاص الكلام بالنسبه لي مات. استهدوا بس بالله يا جدعان، ده انتوا عشره عمر. طب والختمه الشريفه دي عين مصيبتنا. ام بسمه بطلي دغري، خد امك واطلعي بره. قلت حاجه؟ طب وعزه جلاله الله ده شطان ودخل ما بينكم؟ هو ايه اللي حصل بس يا رحيم؟ بس مش عايز اسمع كلمة. منزلاكي عشان تفضلي سرحانه كده ولا عشان تاكلي وتفتحي نفسي؟ انا نزلت معاكي عشان انتي زنانه، لكن انا لا عايزه اكل ولا عايزه اتنيل. والله الواحد مش عارف، من ساعه ما جه البيت ده كل حاجه فينا اتغيرت. اول نعمه يعني تحس ان البيت ده ريحه مش حلو. تصدقي وتامني بالله لا اله الا الله، انا من ساعه ما جيت هنا مش عارفه اتلمع على هشام واللي حصل امبارح مع عم رحيم وعم حلمي. تحس البيت ده اكيد مسكون. ما احنا طول الوقت كانت عيشتنا هنا يا بسمة. امال اللي حصل بس؟ القصر ملوش ذنب، الناس اللي فيه بقى. انا مش قصدي اللي جه في بالك يا ستي. والله انا ما مصدقه ايه اللي حصل ده. وهو مين اللي مصدق؟ ولا انا طبعا. بس انا حاسه ان عم حلمي ورحيم صحاب من ياما، هيتصفوا تاني. يتصفوا بقى ولا ما يتصفوش؟ وانا كنت خدت ايه يعني من وقفتهم سوا غير المصايب؟ حبيبتي ربنا يرجع لك اللي غايب. بقول لك ايه بقى، لازم تدوقي الاومليته دي، ده انا عاملاها بايديا. الحاج بدر بيقول عليا اني ما بعرفش اعمل اي حاجه. دوقيها وقولي لي رايك. اومليته؟ ايوه استني دوقيها. مستني. استغفر الله العظيم يا رب. يلا يلا بسم الله بسم الله. خدي بس يا بسمه، بس ابعدي عني. عامله ايه؟ طمنتي عليها؟ بتقول كويسة
والعاشر مرة اسألها تتعصب عليا ومترضاش ترد. معلش سيبيها براحتها شوية كده واطلعي لها. أنا عايزك تعرفي لي منها هو ايه اللي حصل بالظبط. ما تخش لها أنت، دي روحها فيك هتقولك على كل حاجة. نفسي أعمل كده، نفسي أخدها في حبي، بس مش قادر. مش قادر أبص في وشها، خايف لا تسألني وتقولي أنت إزاي تعيشنا مع حيوان زي ده. ده بدل ما تحمينا. ما تحملش نفسك فوق طاقتها، البت كمان كويسة وعاقلة وفاهمة. فاهمة إزاي بس؟ إذا كنت أنا مش فاهم، ده رحيم؟ رحيم اللي أنا بعتبره أخويا وصاحبي وعيلتي يضربني في ظهري، يضربني في رجولتي، يبص على أهل بيتي، هو ده رحيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رحيم. يا رب يشوفها في أخته ولا في حد من أهله وتبقى فضحته على كل لسان قادر يسمع مني ربنا. حتى لو ما شافهاش فيهم أنا هخليه يشوفها في نفسه الخسيس الجبان. عايزك توجعه زي ما وجع بنتك وكسفها قدام عيلته. هيحصل هيحصل، وساعتها هيعرف مين هو حلم العجاتي. رحيم انت دخلت هنا ازاي؟ عاوز اتكلم معاكي. اتفضل. ليه ما كلمتنيش الفترة اللي فاتت؟ كنت هكلمك بس علشان موضوع تاني خالص غير الموضوع اللي في دماغك ده. موضوع ايه؟ قولي انت الاول عايزني في ايه؟ علشان يمكن لو سمعت اللي عندي ما ينفعش نكمل تاني. أنا دلوقتي تأكدت من إحساسي. الدنيا كلها بقت فوق دماغي. كل واحد حواليا ماسك في إيده شاكوش وعمال يضرب فيا بعزم ما فيه. ولحد امبارح كنت حاسس اني اتضربت اكبر ضربه في حياتي. لكن بعد كلامك ده حسيت ان لسه في جوايا حاجه خايف عليها. انتي شكلك شايل حمل كبير قوي وكابس على نفسي، مش عارف اخلص منه ازاي. كان نفسي احكي لك بس مش هينفع. ليه؟ عشان لما كلمتيني ما ردتش عليك؟ علشان اللي حصل ما ينفعش يتحكي. امال انت جاي هنا ليه؟ علشان اول ما حسيت بالضعف ما فكرتش غير اني اشوفك، اني ابقى جنبك. ومن امتى رحيم السيوفي بيحس بالضعف؟ في اللحظة اللي أحس فيها بسوتك علي. الأسوأ إنك تفقد الثقة في كل اللي حواليك. كل ما تحاول تقرب لحد تلاقيه هو أبعد واحد عنك. أنا عمري ما كنت بعيد عنك. رحيم انت دايما بتحاول تقرب لي باي وسيله صح؟ ولولا المشكله اللي انا وقعت فيها ما كناش قربنا من بعض تاني.
مش فاهم انت عايزه تقولي ايه يا داليا. هفهمك كل حاجه.